مرحبا يا مو، شو بلاقيكم رايحين؟ ايه رايحين يا مو، ان شاء الله مبروك يا عريس. الله يبارك فيكي خالتي امزكي. لا تباركي له امزكي، لسه بكير ما صار شيء. شرفي شلونك اختي؟ شلون صاري؟ منيح. يلا يا بوران، مع السلامه يا مو. مهونه. شو دلا؟ امك وامزكي وبوران رايحين لبيت لطفيه ما هي؟ لا مو رايحين لبيت لطفيه، مو رايحين لبيت ست الحسن والجمال. شي؟ لكن لوين رايحين؟ رايحين لبيت فريال خانم. ما نقلع زولي، نقلع ميوشي. اي رح نقلع. اخي هن رايحين على السوق يشتروا خاتم بعدين يرجعوا على بيت لطفيه. ايوه قلع لي. فوتي على اوضتك انا بفتح. يبلي يا بحم على العادي ساعة لا تفتح الباب. مي انا امزكي، افتحي فريال معي ضيوف. ومين هالضيوف بقى؟ لك معي سعاد خانم وبنت ابوران. شو بك يو؟ وشلون جايين لعندي؟ مو على اساس بيتنا ما بينداس. لك ساعة بتلطعين على الباب مو حلوة بحق سعاد خانم وبنتها. امشي بوران امشي. تعال لك سعاد خانم، سعاد خانم لك ارجع. بوران بوران بوران. ليك بحمى يا بيا، ليك بحمى شقيتك الى الله يغفل عنك. والله نحن عملنا اللي علينا وما عاد له ابوك حجه بنوم بنوم. شو يا مو؟ بلاقي رجعتك قريبه. مشي الحال يا مو، طلبتوها للطفيه؟ يطلبها عزرائيل ان شاء الله هي وامها. لك شفتي؟ شفتي شو عملت؟ ما فتحت لنا الباب المقوصه. اخ اخ لو يعرفها ابوك على حقيقتها ما كان فكر ياخذ بنتها لاخوكم. لكان بده يناسب الزعيم على حسابي. لا مو صحيح. طيب ليش ما فتحتي الباب؟ صدقيني كنت بدي افتح الباب بس حبيت اتسلى فيها شوي وتقل حالي عليها، يعني ما بيطلع لي